السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح نشرح عن الدرس الخاص بشرح الفرق بين الانكود والانكريبشن والهاشين والأوبفسكيشن. فعشان نبدأ كبداية بالانكود. الانكود هو عبارة عن طريقة لتحويل أي نص إلى نص آخر. الغرض من هذا التحويل هو حتى تقدر تتداول هذا النص على الانترنت او تقدر تتداوله باي مكان. بعض النصوص على الانترنت ممكن يعني نصوص غريبه ممكن ما يستقبلها بعض المواقع وبعض مثل البريد الالكتروني، فيضطر الشخص يستخدم الانكود. الانكود فائدته نهائيا ما بفائده بالنسبه للحمايه، فائدته فقط قلت لكم انه لتحويل النصوص إلى نص معين حتى تقدر تنقله من موقع أو من بريد أو من ملاحظات، فهذا هو غرضه. مثال عليه راح نأخذ البيسيك إنكود، بيسيك 64 إنكود. البيسيك 64 إنكود طبعا شو تسوي بالبداية؟ تحول النص إلى باينري. مثلا H شنو المقابل إليه بالباينري؟ اللي هو هذا اللي 8 بت. بعدها الاي اللي هو هذا 8 بت، الواي اللي هو هذا 8 بت. بعدها شو تسوي؟ تسوي كل 6 بت تقسمهم سوا، هذا نفس النص مثل الحد اللي هنا، الحد اللي هنا العفو هذا الصفر تقسمه اول 6 بت، انه بتاخذ هذين الصفرين تسوي 6 بت، تسوي 6 بت، تسوي 6 بت، فتقسم النص بعدين بعد ما كانت 8 بت الى 6 بت، بعدين تحولهن الى شنو مقابل هاي ال 6 بت. مثلا كمثال لو جربنا نشوفها 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 اي 18. ما تلاحظون هذا هو الرقم اللي طلع لنا نفسه 18. فبهالطريقه هاي هذا ايضا يحوله الى رقمه، وهذا يحوله الى رقمه، وهذا الستة بت تحوله الى رقمه. بعدها شو يسوي؟ يروح على الجدول اللي خاص بالبيسك 64 اللي هو هذا. شو يسوي؟ يعطيك اللي مقابل هذا الرقم، مثلا اول حرف اللي هو 16 وين 16؟ هذا 16، لا عفوا اول رقم 18، هاي 18 اللي هي S. بعدها شنو ثاني رقم؟ أعتقد راحت الصورة. 6 6 وين 6؟ G. وهكذا يعني هي طريقة لتحويل الأرقام. فصار النص اللي هو HEY صار نص SGV5. طبعا بها بعد كم شغلة إذا تريد تشتغل خوارزمية من الصفر، بس كشرح للإنكود هو هذا الإنكود. المشكلة وين تصير؟ ليش ما يعتبر بحماية؟ بس خلي فتحة بالبرنت. ليش ما يعتبر يعني نقدر نستخدمه للحماية؟ المشكلة أنت إذا أعطيت النص اللي هو هذا SGV5 وأعطيت الخوارزمية اللي سويت بيها اللي هو SG5، يقدر مجرد انه يعكس الخوارزميه يتجه يعني من الاسفل للاعلى راح يحصل الكلمه اللي هي هاي، واذا اتجه من الاعلى للاسفل راح يحصل هاي الكلمه. غرضها هنا مو غرض يعني ما تقدر تستخدمها كغرض حمايه. السبب لان ماكو مفتاح تشفير، بدون مفتاح التشفير ما تعتبر البيانات محميه، فيعتبر الكود الانكود مجرد انه تعرف الخوارزميه الخاصه بتكوين الانكود تقدر تعكس الخوارزميه بسهوله. ننتقل للتشفير. هسه شنو فهمنا؟ فهمنا انه الكود اذا اعطيتك النص وانطيتك الخوارزميه راح تقدر تعكسها، بس التشفير طبعا اذا كان التشفير للداتا بعدين راح نفهم هذا الشيء ما راح تقدر تعكسه. مثلا هذا طبعا سويته
شباب هاي الدالة تشفر لنا هذا الناس راح خلينا نشوف شنو الناتج ماله. الناتج ماله اللي هو هذا BINFEE. فهنا تقول لي ليش ما يعتبر هذا انكود؟ هذا لين بمفتاح. المفتاح شنو؟ المفتاح اللي هو هذا رقم واحد هنا. هسه تقول لي شنو ممكن انا هذا الرقم واحد اغيره؟ اقدر اغيره اخليه مثلا 2 3 4 5. فاذا انا كمثال هسوي داله نعدل عليها انت اي، هذا راح نغير الواحد الى اي، وهنا نعدل الداله ممكن هذا نسميه جي، هذا جي نجرب. اي شباب هنا احنا شنو غيرنا؟ غيرنا المفتاح. المفتاح خليناه كمدخل. فمن اجيلك انطيك هذا النص، انطيك اياه وانطيك هاي الداله، الداله باكملها اللي هي التشفير، اللي هي غرضها تقدم الحرف، يعني مثلا اذا الاي تقدمه الى بي وبي تقدمه الى سي، فحسب الرقم اللي نعطيه. فهنا من انطيت 2، انطيت 2 الاي تقدمها حرفين اي بي سي، اذا الاي يسوي سي والاتش يسوي، يعني تقدمت حرفين فصار صار سي جي او. هذا الغرض منها. فالمفتاح وين؟ هذا المفتاح. انا اذا انطيتك هذا النص اللي هو هذا وقلت لك فك لي هاي الخوارزميه، راح تجي انت تعكسها وتكمل. المشكله وين راح تواجهك؟ راح تواجهك بهذا، هذا الجي هذا مجهول. فانا ما انطيك المفتاح. المفتاح ممكن انا اغيره لاي مفتاح، مثلا اخليه 6، مثلا اخليه 1. فهاي نبذه بسيطه جدا او تشفيره بسيطه جدا توضح لك انه بدون المفتاح ما ممكن ابدا تفك التشفير. وطبعا الى طرق استخدامات عديده والى خوارزميات هواي مثل ار اس اي اللي هي المفتاح مالها، المفتاح اللي تشفر به مو نفس المفتاح اللي تفك به الشفره. فعالم واسع الصراحه التشفير، وراح نستخدمه ان شاء الله بالحلقات القادمه. التشفير يستخدم، راح نستخدمه لتشفير الباسورد الخاص بينا، ونستخدمه أيضا لتشفير الداتا. شباب الداتا اللي أقصد بها كمثال عندك ملف في قاعدة بيانات، فقاعدة بيانات شلون تشفرها؟ تستخدم خوارزميات التشفير. فالداتا أنت من تريد تحمي برنامج، تحمي الكود ماله، وتحمي إذا بي داتا أيضا لازم تحمي الداتا الخاصة به. فبحماية الداتا نستخدم أما التشفير أو الهاشينج اللي هو راح نتعرف عليه، راح نتعرف عليها هسه. فالهاشينج هي خوارزميه، مثل خوارزميه معينه يسمونها خوارزميه الاختزال. ليش؟ لان اي نص تدخله سواء كبير او صغير راح تحوله الى نص بطول اعتقد 35، اعتقد يمكن الهاش الام دي 5 على العموم راح تحوله الى هذا النص. فغرض الهاشينج هي الحمايه. مثلا الام دي 5 كريت هاش، هاي شنو التحويل ماله؟ حولته الى هذا الهاش. الاي حرف واحد ايضا حولته الى هذا الهاش اللي جاي يشوفونه بهالحجم هذا. الاحمد ايضا حولته. فبيها الثلاث مميزات الهاش، انه ما الها عكس بعكس التشفير. التشفير تقدر تعكسه اذا لقيت المفتاح، الهاش ما الها عكس نهائيا.
زين هسه تقول لي اذا الهاش ما العكس شلون يستخدمونه بالمواقع؟ مثل انا من ادخل باسورد او يعني باسورد او يوزر نيم شلون راح يعني بس خلينا نكبر الصوره شلون راح يتحقق الموقع يقول لي انه الباسورد مالك صحيح اذا ما يقدر يعكسه؟ انا اقول لكم شباب تدرون شلون؟ مثلا انا الباسورد مالي اي ادخل الاي وين ادخله بحقل الباسورد، فش يسوي هو الموقع؟ يحول الاي الى ام دي 5 وش يسوي؟ يقارنه ويا هذا النص اللي هو، فاذا سوى يعني النص مالك صحيح، اذا ما سوى يعني النص مالك غلط. الهاش صحيح يحول الى خوارزميه، بس هاي الخوارزميه ثابته لكل حرف او لكل اسم، فهي خوارزميه غير قابله للعكس. اي نص تدخله داخلها سواء كبير او صغير راح يعطيك نفس الحجم، لهذا يسمونها خوارزميه الاختزال. الطريقه الوحيده لكسر الهاش هي عن طريق التخمين، مثل ما قلت لكم انه اذا دخلنا اذا نريد نخمن شلون ندخل حرف ونحوله ل MD5 انه بنقارنه ويا النص الموجود عندنا، فاذا حصلنا ما حصلنا نبدا نخمن، مثلا نكتب اي بي سي دي ونستمر. والحلو بالخوارزميه ال MD5 قلت لكم اذا دخل رمز كبير او رمز صغير راح يعطيك نفس النتيجه، فلهذا انت اذا حصلت مثل هاش معينه وردت تفكه ما تقدر تحكم عليها هل هو هذا النص ماله كبير او صغير، فصراحه حتى بالتخمين النتيجه ما تكون متعبه. واخيرا راح ناخذ نبدا عن الاوبسكيشن. الاوبسكيشن المقصود به التعتيم، يعني عندك كود بدل ما تكتبه كمثال الاكس يساوي 10، كود متغير عرفنا الاكس يساوي 10، نقدر نكتبه بهاي الطريقة x يساوي 1 زائد 1 زائد 1 يعني 10 وحدات يساوي 10، أو نقدر نسوي له لوب، أو نقدر نستخدم الراندوم دو وايل أيضا ونستخدم الراندوم. شباب إن شاء الله جميع هاي اللي جاي يشوفونها قدامكم إن شاء الله بالدرس القادم إن شاء الله نشرحها خاصية خاصية. لحد الآن بعد ما عدنا شيء بخصوص هذا الموضوع، ف خل نراجع مراجعة بسيطة. الانكود يستخدم ما راح نستخدمه بالدروس الخاصة بينا، استخدامه هو فقط لتحويل البيانات إلى نص معين حتى تتداول على الإنترنت. الانكربشن هو لحماية البيانات، لحماية الداتا، ونقدر نستخدم لحماية باسورد البرنامج مثل أو كود التفعيل. الهاش أيضا يستخدم لحماية الداتا ولحماية الباسورد البرنامج، بس الفرق بين الهاش وبين الانكربشن انه الهاش ما ممكن تقدر تعكسه حتى لو لانه بدون مفتاح تشفير، اما الانكربشن لا بمفتاح تشفير اذا حصلته فتقدر تعكسه بسهوله. تبقى الاوبفسكيشن المقصود به التعتيم، هو تعتيم على الكود، يعني بدل ما تكتب الكود بطريقه بسيطه ممكن يفهمها البشر لا اكتبه بطريقه معقده جدا جدا بس تبقى الاله تفهم الشرح مالك. في أمان الله.